امبارح كان لينا مداخلة مع هاني شاكر وسألته سؤال واضح وصريح عن حكاية أمال ماهر واختفائها والشائعات اللي حوالين هذا الموضوع. هاني شاكر قال إن تليفوناتها كانت مقفولة وإنه تواصل مع أسرتها وطمنوه عليها وإنها بخير، لكن بخبرة فنان كبير زي هاني شاكر وجه نصيحة لأمال ماهر بإن اختفائها اللي بيتكرر تاني الأيام دي مش لمصلحتها فنيا، وقال لها من فضلك اطلعي للجمهور وللرأي العام ووضحي موقفك، لأن الكورة في ملعبك مش في ملعب نقابة الموسيقيين. النهاردة الصبح جمهور أمال ماهر فوجئ إن قناتها على اليوتيوب رجعت تاني بكل أغانيها بعد ما كانت القناة محجوبة ولفترة طويلة. اللي حصل ده ممكن يكون مؤشر على تراجع أمال ماهر عن فكرة الاعتزال وعن اختفائها اللي كان سبب لشائعات كتير ملهاش أي دليل. فهل ستظهر أمال ماهر من جديد؟ وهل أمال ماهر سمعت نصيحة الفنان الكبير هاني شاكر؟ ده اللي ممكن نعرفه خلال الايام القليله الجايه. انا بس عايز اقول انه برضه زي ما قلنا ان النقابه ما هياش جهه تحري وما هياش جهه بحث. احنا بنعمل ده لما حد بيقدم لنا شكوى، يعني لو اهلها مثلا جم قدموا شكوى للنقابه على اساس انها مختفيه او مش موجوده او الى اخره، احنا بدورنا بنبلغ الجهات الرسميه بهذه الشكوى، لكن مش من نفسنا كده هنعمل ده. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، اولا امال مش اول مرة تعمل ده، عملته قبل كده من فترة واعلنت اعتزالها وقفلت تليفونها، محدش عارف يوصلها خالص. بعد فترة طلعت عملت فيديو للجمهور تطمن الجمهور عليها. فانا من خلال برنامجي كإن جي تاني بقول ان الكورة دلوقتي في ملعب امال ماهر. تقول لها ايه؟ تقول لأمل ماهر اقول لها من فضلك وضحي موقفك، لان البلبلة كتير والناس اللي بتتكلم في الموضوع ده كتير، وده مش لمصلحة حد ابدا ابدا. لا 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 لمصلحتك ولا لمصلحة فنك، بالعكس. يعني هذه البلبلة تضر اكتر ما تفيد. فمن فضلك اطلعي طمني الناس زي ما اطمننا من والدتك، ربنا يديها الصحة، وأخوكي، من فضلك اطلعي وطمني الناس عليكي.